يسأل وانت هتتكلم. طيب وانتم بين بعضكم كده شطوها لبعضكم. طيب. السؤال الأول، اقرأ برواية قالون عن نافع بصلة ميم الجمع مع توسط المنفصل من قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. حسبك، شاهد صلواتك. صلاتك وحد وافتح التاء شذاً على، ووحد لهم في هودة ترجئ همزهم. السؤال الثاني، اقرأ برواية هشام عن ابن عامر من قوله تعالى: الملك يومئذ لله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين قتلوا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. حسبك، شاهد قتلوا. بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والآخر كمل دراكي. السؤال الثالث، اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن. ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.
لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما حسبك شاهد يوذل لكم الإبدال والإدغام ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مديذو منهملة والإدغام والنون تدغم فيهما على إثر تحريك هكذا نعم هكذا يبدأ الشاهد من أول البيت بداية الشاهد وفي سوى قال ثم النون تضغم فيهما ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلة السؤال الأخير اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على المفصول من قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على
أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمي سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أعد عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن لو سمحت أشرب خذ مية خذ مية اشرب مية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا حسبك شاهد عليهم وعاليه مسكن وافتح الضم وعاليه مسكن واكسر الضم إذ فشى أكمل بعده عشرة أبيات وخضر برفع الخفض عم حلا على واستبرق حرمي نصر وخاطب تشاؤون حصن وقتت واوه حلا وبالضم وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى جمالات فوحد شذا على وقل لابثين القصر فاشن وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفع با رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإن صببنا فتحه ثبته تلا
وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاء بظنين حق راو وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا حسبك بارك الله فيك.